خلينا بقى نروح لموضوع آخر فيما يخص كورونا. يعني كورونا لسه موجودة في حياتنا، وبعض الناس اللي نسيتها أو ما بقتش بتاخد الإجراءات الاحترازية ناخد بالنا. النهاردة وزارة الصحة والسكان قامت بتعديل البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، وده بإضافة أدوية جديدة لها القدرة على الشفاء السريع من الفيروس، وأكدت كمان أن الحالات الجديدة معظمها بسيطة ومتوسطة والحمد لله. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر. معايا دلوقتي دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخيرات استاذ حضرتك. اهلا بيك. كلمنا على البروتوكول الجديد، ايه سبب تعديل البروتوكول؟ يعني ده تقريبا المره السادسه. والبروتوكول الجديد ده حطوا ادويه جديده بتمنع تفاقم الحالات ودخولها العنايه المركزه. يبقى الحالات البسيطه والحالات المتوسطه والحالات اللي داخله على مرض شديد اما بتاخد البروتوكول الجديد ده فبتقل معدلات المضاعفات فيهم، وبالتالي بتقل معدلات الوفيات، وده هيرفع معدلات الشفاء اللي هي اصلا مرتفعه في مصر، وهيضاف للنجاح المصري لصد الثلاث موجات للكورونا حتى الان. يبقى الثلاث موجات السابقه احنا دلوقتي بنتصدى بجساره الموجه الرابعه. حتى الان الموجه الرابعه لم تنتهي. وده بيبقى دور مهم جدا، مش بس الحكومه هي اللي هتقوم بالدور او الدور على الدوله المصريه بكافه مصادرها ووزاراتها، لا، المواطن المصري لازم يتفاعل. فدلوقتي الموجه الرابعه من جائحه الكورونا مستمره، والعالم كله عندنا 250 مليون اصابه للاسف و5 مليون وفاه للاسف. عندنا في مصر بس البروتوكول الجديد والادويه الجديده هل اكثر فعاليه؟ اكثر فعاليه، وهيبقى في واضح يعني حتى من الحالات اللي بتروح المستشفيات دلوقتي معدلات شفاء بأخذة في الارتفاع. وتلاحظ حضرتك كمان استقرار الحالات، استقرار الحالات مع اننا في تقريبا في ذروه الموجه الرابعه. مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نطعم على الاقل 40 مليون مصري في نهايه العام. ولازم مش هننسى ان احنا خدنا 38 مليون جرعه حتى الان المصريين. واحنا نسبتنا مرتفعه جدا مقارنه بالافارقه 5% للاسف. وعندنا 8 لقاحات في مصر استغلوها لانها متوفره ومجانا ومتنوعه، وحتى مصر بتصنع، فلازم احنا نستغل ده. بس ده مش هيلغي التدابير الوقائيه، يبقى لازم نهتم بهذه. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للمناعه والحساسيه، على هذه الايضاحات.